اللي يبحث كما أشرت وتحول من مدينة سرت إلى البيضاء. مالي المحترف في صفوف فريق الخلجاوي، كرة الآن خطيرة لمصلحة فريق الخليج، لعب كرة عرضية، طلع ممكن هدف، ممكن أول هدف، أول هدف لا ضاع، ضاع أول هدف في فريق خليج سرت بشكل غريب، كان يفتتح النتيجة فريق الخليج، كان يسجل، كان يفاجئ فريق الأخضر. هذه الكرة الأخيرة وهذا التدخل من عبد الله، وشوفوا دانيال في المرة الأولى لعبها، والله يلعبها لكن الحارس كان في الموعد. أحمد كراوع تحصل على الكرة، يلعب كرة في اتجاه الورفلي، يلعبها الورفلي، الدفاع يبعدها، تمشي الآن عبد الرحمن العمامي، يرسل كرة طويلة ولكن كرته عند عمار مسعود. لمصلحة فريق الخليج، لعب كرة عرضية في اتجاه من؟ في اتجاه عبد الله، لعب كرة ولكن سهلة. في الكرة الأخيرة لفريق الخليج، تمشي لها سريعة، أحمد سعد، أحمد سعد، هجمة سريعة لفريق الأخضر، ممكن لأحمد سعد، ممكن لأحمد سعد، وأول هدف، أول هدف الأخضر في اللقاء، فعلها أحمد سعد، فعلها أحمد سعد، وهذه آخر كرات كانت لمصلحة فريق الخلجاوي، للتسلل، وهذه كرة المدرفي، شوف لي أحمد سعد، كيف ننطلق أحمد سعد؟ شاب الكرة مشاع وراوغ وسجل هدف ولا أجمل يا أحمد سعد. أمام الكرة بشير الكرامي، بشير يلعب كرة قوية ولكن سهلة عند الحارس. لاعب فريق الخليج المهاجم دانيال يلعب كرة ولكن المدافع الخضراوي يبعثها. بعد أهدر فرص عديدة وهذا الهدف الرائع والجميل، شوفوا السويدي محمد كيف لعب الكرة بكل هدوء في شباك فريق الأخضر والحارس، يعني حارس اليوم كان متألق هارون البيري، وأبعد كرات وأبعد أهداف وحقق الخليج. الأري بابل حلوة، بابل بابل ممكن، ممكن أري بابل ممكن هدف ثاني فريق الأخضر، معايا تفضل ثاني الأهداف الخضروية، وهذه كرة أري بابل، شوفوا كيف أري بابل لعب الكرة ووجدت مؤيد يلف الكرة وحرز هدف ثاني رائع لفريق الأخضر ولمؤيد قريتلي، لف الكرة مؤيد، شوف كيف لف، لعب الكرة بالرجل اليمنى، أسكنها شباك الحارس عمار مسعود، تفاهم كبير من لاعبين فريق الأخضر وهدف جميل في اتجاه عبد الرحمن العمامي، العمامي يلعب كرة عرضية خطيرة، ممكن ممكن يا ربابي الثالث، هدف ثالث فرحة أمالي باب، يلا 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 جول، بكل هدوء وضع الكرة في الشباك، مرت من أمام الكرامي وأيضا من التونسي باه الدين، من اللاعب هاري بابل، هاري بابل يفتح اللاعب تجاه مؤيد القريتلي، مؤيد يسجل مؤيد وهذا الأهداف، الأهداف الرائعة اليوم، شوفوا هاري بابل، هاري بابل وجد المساحة، مرر بشكل طيب، وجدت مؤيد القريتلي سددها عانقة الشباك. خليج شوفوا التسديدة كيف سد الكرة عنقة الشباك قبيلة مبروك الرحلة فك الكرة عمادو 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 خطير عمادو عمادو علي عمادو مازال يحضر الكرة يلعب كرة عظيمة ممكن هدف 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 خامس لفريق الأخضر هدف خامس لفريق الأخضر إذا تشوفوا كرة عمادو كيف لفت لعب كرة يعني مبروك الرحال الرحال عبد الله لكن تقطع تعود سريعة في مصلحة فريق الأخضر عن طريق هاري بابل المادي كوت يرسل كرة طويلة في اتجاه لجريتلي ولكن عمار مسعود تدخل عمار مسعود في الكرة الأخيرة صهيب بن سليمان صهيب صهيب كرة صهيب وهدف سادس يا فرحة صهيب بن سليمان يا فرحة صهيب بن سليمان يسجل السادس السادس لفريق الأخضر السادس لصهيب بن سليمان لاحظ خروج عمار مسعود ويرسل الكره